أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا. جاء ذلك خلال استقباله وزير التجارة التركي عمر بولاط لبحث دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، حيث نوه في هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلي عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شركات لها في السوق المصرية. من جانبه أكد الوزير التركي أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا. استعرضت مصر وتركيا نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري عبر الفيديو كونفرنس. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ونظيره التركي عمر بولاط، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين. عندنا خطة عمل مع بعض مشتركة أن احنا نوصل خلال الخمس سنوات القادمة ل 15 مليار دولار. يمكن اتفقنا ان احنا نضع الاسس اللي احنا نقدر بيها ان احنا يكون في التبادل التجاري بيننا على المستوى الغير بترولي بالعملات المحليه، وهو امر بدانا ان احنا نشتغل او نحقق فيه خطوات ناخدها تانيه. شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023. وخلال فعالية الملتقى استعرضت مبادرة ابدأ جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 من أكتوبر عام 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة. أكدت مصر دعمها الدائم لدولة جنوب السودان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بجنوب السودان. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري هانس ويلم مع وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان مايدينغ، وذلك قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.55% إلى 90 دولار و48 سنت للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82% إلى 85 دولار و54 سنت للبرميل. وفي المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.94 للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.17% لتسجل نحو $3.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر سبتمبر بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 19.9 مليار ريال، ووفق بيانات تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري. تأثر الميزان التجاري لقطر الشهر الماضي بتراجع قيمة الصادرات بنسبة 31% قياسا بالشهر المناظر من العام الماضي إلى 29.3 مليار ريال، وذلك بضغط من هبوط قيمة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنسبة 45%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ورجاء الاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.